إخواني أخواتي، لما أتكلم على قضية الأمن والاستقرار فأقول تحية احترام وتقدير، أقول تحية احترام وتقدير إلى رجال ونساء أبطال أشاوس، أبناء مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، سليل جيش التحرير الوطني التي يحق لنا أن نفتخر بها، نفتخر ببطولاتها وبإنجازاتها وبمكتسباتها. الصحراء أصبحت تنتج القمح والشعير، ونقولها بصدق، أصبحت تنتج القمح والشعير بعدما قالوا لنا بأن الصحراء هي صحراء قاحلة. اليوم بسواعد الرجال والنساء، بإقرارات وبإجراءات وتدابير، أصبحت الصحراء تدر القمح والشعير، أصبحت الصحراء تشكل جزء هام في الأمن الغذائي الجزائري، وإن شاء الله ستشكل جزء هام في الأمن الغذائي بالنسبة للمنطقة القارية الإفريقية. الجزائر الآن قادمة في القادم أيام على محطة هامة، وهي الانتخابات الرئاسية. نقولها بصدق، الانتخابات الرئاسية هي محطة سياسية هامة للنقاش والحوار، هي محطة سياسية هامة لتعبئة الجهود نحو ما يخدم الأمة. الجزائر ما شاء الله عليها قارة، الانتخابات هي فرصة متجددة، ولكن أكيد أن النقاش السليم سيبين أهمية الإصلاحات، ويضع المسؤولين ويضع الذين قائمين على راحة المواطن الجزائري في حسن التدبير من خلال بعض الأفكار الإيجابية. فهذه الانتخابات تجرى في ظروف يعني متميزة دولية، هناك تقلبات دولية كبيرة، وهناك بعض القيود وبعض المحاكاة يريدون أن يضربوا الشعب الجزائري في عمقه في إرادته الشعبية.